سيد أحمد أبو ريشان في البداية الهدف من توحيد الكتائب، والأهم ما دلالات إلغاء المسميات؟ نعم أختي الكريمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لك وللسادة المشاهدين، الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للمعتقلين. نعم، بالنسبة لتسمية هذه الفصائل، فصائل الجيش الحر الجبهة الجنوبية، نعم منذ فترة، هل تسمعيني أختي الكريمة؟ نعم أسمعك. نعم، منذ فترة في المنطقة الجنوبية تم تشكيل قيادة الجبهة الجنوبية بعدد من فصائل الجيش الحر، ومن خلال هذا التشكيل الجديد تم إعادة هيكلة التشكيلات والتسميات، وتم الانتقال من مسميات مناطقية ومسميات عشائرية وغير ذلك إلى الارتقاء بمسميات، دعنا نقولها بأنها مسميات عسكرية بحتة تتوافق مع التسميات المعتمدة سواء في الجيوش العربية أو العالمية، كالفرقة الثاني، قوات خاصة، اللواء السادس، اللواء 50 إلى آخره. نعم، بالنسبة لهذه التسميات هي تسميات تتوافق وتتناسب مع الحرب التي الآن نخوضها، وهي عبارة عن حرب توحيد جهود كاملة من أجل تحرير سوريا والنهوض بسوريا. نحن انتقلنا من الحرب البسيطة والتي كانت هي عبارة عن عملية ضرب حواجز وضرب تكنات بسيطة إلى عمليات شاملة أكبر كما نشهد اليوم في معركة المغيرات الصبحة. نعم، وانطلقنا من هذا الباب، فعلى سبيل المثال نحن في تشكيلنا الفرقة الثانية قوات خاصة قمنا بإعادة هيكلة وتسمية الألوية التابعة لنا، فعلى سبيل المثال في درعا والقنيطرة قمنا بتغيير بعض الأسماء لتتوافق مع الهيكلية العسكرية، فكان لدينا اللواء الأول أبابيل، اللواء الثاني أبابيل، واللواء الثالث. نعم، قمنا بهذه التسميات من أجل أن نوصل الفكرة إلى العناصر، إلى الضباط، إلى المدنيين، إلى الثوريين، بأن نقلنا عبارة عن تشكيل، عن مؤسسة عسكرية ستقوم ببناء سوريا الجديدة وتنهض بسوريا الجديدة نعم وتخلص سيد كل أبو الشعب ريشان، السوري من يعني رجلة الأسد. قمتم بتغيير المسميات، ولكن ما مدى استجابة الكتائب خاصة بالنسبة للجنوب؟ ونحن نعلم بأن هناك عدة كتائب تحمل مسميات إسلامية. نعم أختي الكريمة، هناك استجابة جيدة لدى التيار، دعينا نقول التيار الثوري العسكري الذي يحمل فكر وطني، يحمل الإخلاص لسوريا، الإخلاص لهذا البلد، التضحية من أجل هذا البلد. هناك كانت استجابة جيدة، قمنا بالفترة الأخيرة بضم عدد من الكتائب والتشكيلات والألوية تحت أيضا مسميات عسكرية لتتوافق وتتناسب مع الحالة الوطنية التي نعيشها من تحرير لأرض سوريا الحبيبة. بالنسبة لعملية الربط التي قام بها الإعلام بين خطوة توحيد الكتائب هذه وفتح معركة وجبهة القنيطرة، وأيضا هناك جبهة أخرى بعد القنيطرة هي معركة دمشق، وخاصة من الجهة الغربية تحديدا غوطة دمشق الغربية. نعم أختي الكريمة، للإعلام دور كبير ورئيسي ولا أحد ينكر هذا الدور. الإعلام إذا كان له رسالة وكان فعال فإنه يأتي بنتائج طيبة جدا على الأرض. فعلى سبيل المثال عندما تروج القنوات لفكرة التوحيد كقناتكم الكريمة، عندما نرى بأن غرف الألوية والتشكيلات قد توحدت ضمن غرفة عمليات واحدة أو ضمن تشكيل عسكري واحد، ضمن جسم عسكري واحد، وقام بمعركة على سبيل المثال كمعركة في المغيرات الصبحة أو التي سبقتها والشمس وضحاها وغيرها من المعارك التي أعطت إنجازات كبيرة على الأرض. نعم، نقول بأن للإعلام دور كبير ودور فعال في جذب حتى الفصائل التي تفكر في أن تعمل لوحدها. عندما يكون الإعلام يقدم صورة جيدة وصورة طيبة عن إنجازات عظيمة تمت بفضل توحيد الجهود والتوحيد تحت راية واحدة وتحت مسمى واحد وتحت هدف واحد، أكيد سيكون بقية الفصائل لديها الحافز لأن تخطي نفس الخطأ التي خطتها زميلاتها الفصائل الأخرى في الاندماج والانضمام وتحقيق إنجازات ورفع الظلم عن الشعب السوري الذي يعاني الويلات. وأعود إليك سيد أبو ريشان، يعني في آخر التطورات الثوار يسيطرون على 90% من محافظة القنيطرة، ولكن هناك تقدم جديد، يعني بعد خان الحلابات اليوم يسيطرون على تل المال الاستراتيجي، يعني هناك نقاط بقيت تحت سيطرة النظام والثوار الآن بهدف تحرير القنيطرة كاملة، يعني
سير المعارك الاستراتيجية التي تتبعونها يتبعها الثوار من أجل استكمال كل الأهداف بالنسبة للقنيطرة؟ نعم أختي الكريمة، نبدأ من حيث انتهيت أختي الكريمة. يوم أمس مساء أمس تم تحرير منطقة تسمى منطقة خان حلابات الواقع بين تل الحارة وبلدة الهجة في ريف القنيطرة. إذا هي منطقة مفصلية بين محافظتين. يوم أمس تم تحريرها لله الحمد. ففي صباح اليوم قامت ألية وكتاب أبابيل حوران وفصائل الجبهة الجنوبية ضمن معركة المغيرات الصبحة بالهجوم على تل المال وحاجز المال وحاجز البريد والمدرسة في بلدة المال أيضا، كما تم تحرير الحاجز بالكامل وتم تحرير التل بالكامل، حيث جرت اشتباكات عنيفة بين أبطال الجيش الحر الجبهة الجنوبية وقوات الأسد من الجهة الأخرى. كما تعرضت المنطقة أختي الكريمة لقصف عنيف براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة من قبل قوات الأسد التي صبت هجام غضبها على المدنيين. ولله الحمد استطاعت فصائل الجيش الحر تحرير النقاط المذكوره، حيث تم اقتحام تل المال وقتل اكثر من عشر عساكر فيه واغتنام مضادات شيلكا عدد 2 بالاضافه لاربع قواعد اطلاق مضاد دروع من نوع كونكورد، كما تم السيطره على عدد من الاسلحه الفرديه وكميه جيده من الذخائر. واثناء اقتحام التل قامت 3 دبابات بالفرار من تل المال باتجاه بلده الطيحه. لله الحمد قام ابطالنا بملاحقة هذه الدبابات ومن ثم تدميرها، كما تصدت قواتنا أيضا لرتل قدمة من تل الحارة سالكا طريق عقربة تجاه المال، وقبل دخوله بلدة عقربة تم تصدي للرتل وتكبيده الحمد لله خسائر بشرية، حيث تم تسجيل أكثر من 25 قتيل من قوات الأسد، كما تراجع الرتل المدحور إلى تل الحارة. طبعا في هذه الأجواء نعم، أذهب إلى عمر الجولاني. عمر، المرحلة القادمة بالنسبة لمعركة القنيطرة، وخاصة ماذا عن القنيطرة المدينة؟ عمر غير جاهز معنا. عمر الجولاني، أعود إليك سيد أحمد أبو ريشان. تحدثت عن كل التفاصيل والمعطيات، ولكن ما هي المرحلة القادمة بالنسبة للقنيطرة وخاصة المدينة؟ نعم، بهذا الفتح العظيم الذي من الله عليه علينا به هذا اليوم، يبقى لدينا مدينة القنيطرة وهي عبارة عن مركز المدينة وهو خان أرنبة، بالإضافة للملحق الذي يتبع لها مدينة البعث، ويبقى علينا بإذن الله فك الحصار عن إخواننا في جباته. بهذه الأهداف تقريبا بإذن الله نكون تقريبا قد انتهينا من موضوع القنيطرة واستطعنا فتح الطريق إلى الغوطة الغربية وفك الحصار عن إخواننا. طبعا شكرا لك سيد أحمد أبو ريشان، عذرا على المقاطعة، ناطق باسم الفرقة الثانية في الجبهة الجنوبية، إن كنت معي عبر الهاتف من القنيطرة.